جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى عبر رسالة بعث بها شاب من مكة المكرمة، يقول أبلغ من العمر 23 عاما، يصف نفسه شيخ صالح بأوصاف فيقول: منذ عام وأنا أعيش حياة كلها تشاؤم وقلق وبكاء، وأفكر في الموت وأفكر في عذاب القبر وعذاب الجحيم، ماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا، علما بأني كثيرا ما أذهب إلى الحرم وأعود إلى البيت، وجهوني يحفظكم الله. الخوف من الموت والخوف من القبر والخوف من النار ومن أهوال القيامة مطلوب الخوف من ذلك، وتذكر هذا من أجل أن يحمل الإنسان على التوبة إلى الله عز وجل ويحمله على العمل الصالح والاستعداد. ولكن إذا وصل الأمر إلى التشاؤم وإلى سوء الظن بالله عز وجل والقنوط من رحمة الله، فإن هذا وسواس من الشيطان، يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالخوف من هذه الأهوال إنما يكون مع رجاء رحمة الله عز وجل والطمع في مغفرته وعدم القنوط من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويجب على المسلم أن يكون متعادلا بين الخوف والرجاء، لا يرجح جانب الخوف ولا يرجح جانب الرجاء، وإنما يكون متوازنا بين الخوف والرجاء، وذلك يحمله على العمل الصالح وعلى حسن الظن بالله عز وجل، فهو يرجو ثواب الله ويخاف من عقاب الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عن زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام وبيت زكريا، يقول سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفي الآية الأخرى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ويقول سبحانه وتعالى عن أنبيائه، يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الجمع بين الخوف والرجاء هو طريق أهل السنة والجماعة. أما الذين أخذوا جانبا فقط، الذين أخذوا جانب الرجاء فقط، فهؤلاء يقال لهم مرجئة، وهم فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة. والذين أخذوا جانب الخوف فقط، هؤلاء هم الخوارج، ويقال لهم الوعيدية، وهم فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة كذلك. أما أهل السنة والجماعة فهم جمعوا بين الخوف والرجاء، وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.